برغم برودة الطقس التي خيمت على مدينة الضباب، تجمع الآلاف من أتباع مدرسة أهل بيت النبوة وسط مدينة لندن لتقديم العزاء باستشهاد أبي الأحرار والثوار الإمام الحسين، وللتأكيد على ثباتهم على قيم الثورة الحسينية المناهضة للظلم والطغيان والفساد في كل العصور، وخاصة في هذا الزمن الذي يمثل فيه آل سعود الامتداد الطبيعي لبني أمية. اليوم نحن في وسط العاصمة لندن، نحيي 40 إمام الحسين عليه السلام، ونواصي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وسماحة الشيخ النمر حاضرا في كل الميادين. جرائم آل سعود امتدت لتصل إلى نيجيريا التي تعرض فيها الشيعة إلى مزرة في هذا العام، فيما لا يزال آية الله الشيخ الزكزكي رهن الاعتقال. What we want to do is raise awareness about what's going on in Nigeria. We want to highlight the fact that Sheikh Zakzaki, after over a year, is still incarcerated with his wife, and the medical treatment that he should be getting, he is not getting. وأما في البحرين فإن أداة السعودية هناك ألا وهو نظام آل خليفة يواصل حملته الشعواء ضد الأغلبية الشيعية، وخاصة عبر استهداف مجالس عزائهم في ذكرى الحسين عليه السلام. المشاركون في المسيرة أعلنوا براءتهم من الإرهاب الذي ولد وترعرع في أحضان آل سعود والمؤسسة الوهابية التي أعلن المسلمون براءتهم منها. إحياء هذه الذكرى الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين هو صرخة، لأنه يمثل الحسين هو صوت العدالة الإنسانية، ومن أجل إرسال رسالة للعالم كله، خاصة في ظل هذا الإرهاب اللي يمارس داعش أو آيسس مثل ما يسموه. فريد نفهم العالم بأنه الإسلام هو إسلام السلم والمحبة والتسامح والأخوة. إحياء ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين مناسبة لتجديد العهد على المضي في درب الحسين الذي لم يهادن ولم يجامل الطغاة الظالمين. إحياء ذكرى الثورة الحسينية تخليد لذكرى الشهداء وتنديد بالظالمين وبراءة من الإرهاب وممارساته. سائر عرايبي للبحرين اليوم من مسيرة الأربعين في العاصمة البريطانية لندن.